نبدأ بالحالات اللي معانا ونشوف كده بداية احنا مجهزين ايه. نبتدي بالتشكيل ممكن نستعرض طريقة اللعب في الأول. طيب. 4-2-3-1 هما بيلعبوا ب 4-2-3-1. مين رايح فين؟ خلينا في البداية الأول نستعرض طريقة اللعب. طريقة اللعب هي هما بيلعبوا ب 4-2-3-1 طريقة كلاسيكية. بيعملوا بيلد أب كتير قدام البوكس بتاعهم. وبعد كده بيبتدي ان هو زي ما حضرتك شايف كده الصوره اوضح بالظبط. اللي فاتت كانت صعبه هنرجع لها يعني هنرجع لها دي ليها تفسير برضه. قال ان هم بيلعبوا ب 4-3-3 اللي لابس الشورت الازرق والتيشيرت الخضراء بالظبط كده. هم الفريق اللي على الشمال اللي بيبتدي الكره في استحواذه. هل ان هم بيلعبوا 4-2-3-1 باثنين طبعا في كارتكاس في نص الملعب. هي طريقه كلاسيكيه عادي خالص. وده طبعا التشكيل بتاعهم. ده التشكيل تقريبا الاساسيين او اللعيبه بالظبط بالظبط. هم عندهم طبعا بالنسبه للرباعي الهجومي هم دول اللي بيمثلوا الخطوره سواء الجناحين او صانع الالعاب طبعا اللي هو نيكولاس او بالنسبه لراؤول اللي هو لوديرو. ده ارجنتيني ولا من بيرو بالظبط. يعني عندهم لوديرو وروي دياز الاثنين من بيرو اوكي. دي ده كده في البدايه اللي هي 4-2 او ده المين فورميشن بتاعهم. طب بيطبقوا الكلام ده ازاي بالنسبه لطريقه الهجوم؟ اهم اللعيبه بس الاول قبل بيطبقوا الرباعي الهجومي بدون تفكير. الرباعي الهجومي سواء الاجنحه او بالنسبه لصانع الالعاب طبعا خطير جدا. هو صانع 8 اهداف وطبعا واحرز 7 فده يعتبر من اخطرهم. بالنسبه لراؤول برده اللي هو المهاجم طبعا اللي هو احرز 8 اهداف فطبعا ده دول الخطوره بتمثل خطوره ليهم. تمام. خلينا برضو نستعرض توقيت الاهداف بتاعهم. توقيت الاهداف مهم جدا برضو. هنلاقي ان هم في بدايه المباراه احرزوا 8 اهداف او ربع ساعه. نفس الكلام بالنسبه للربع ساعه الاولى للشوط الثاني يعني ان هم احرزوا 11 هدف. طب ده او نستنبط منه ان هم بينزل من بدايه المباراه مركز. ضغط مركز طبعا من الناحيه النفسيه او بالنسبه للناحيه التكتيكيه هو بينزل ضاغط على المنافس بتاعه. ده بالنسبه لترجمه الاهداف.